لنعمل كب كيك بوكي الورد احنا بحاجه لكب كيك، بدنا كريمه زبده لون غذائي احمر، عجينه سكر لونها اخضر. شو هذا غدا؟ كثير سهل وصفه. ولا حاجه خلاص، مش مقادير. مش مقادير. اسمعي دلوقتي عجينه الزبده. أيوة. عندنا قصدي كريمه الزبده، اسفه. هي وصفه سهله جدا. عباره عن ايش؟ ومش ممكن تبقى، شوفي هو في ثلاث انواع تقريبا اللي مستعملين من كريمه الزبده. اللي هي اللي احنا هنستعمل، احنا هنستعمل الزبدة. دي عباره عن كوبايه من الزبده الطريه. أيوة. مخلوطه مع ثلاث كوبايات سكر بودره منخول. أيوة. مع ست معالق تقريبا من الميه. هلا ايش بدك؟ طيب دلوقتي هناخد الكب كيك. انا جبت الكب كيك ده. أيوة. الصراحه جاهز. ده البورد انا جايباه من المكتبه. وهقسمه اثنين. بس انت قسمتيه اثنين اصلا. اوكي، مش لسه هقسمه. طيب ناخذ القديم هذا ولا بدك تتركيه؟ لا خلاص مش عايزاه. اخذ اللي تحت. بنشيله لحاجه ثانيه. شو رايك؟ عشان طيب انا بس هبتدي الاول ازين كم واحده منهم. علشان نشوف ازاي بتتزين بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. والله شكلها حلو. هاتي افتح لك. طيب انا بجيب التيب اللي هي بيبقى شويه متعوصه على جوه كده علشان تطلع لي شكل الورد. أيوة. وهعمل شكل بسيط جدا عباره عن كده. هذا بحس هذا ملعبك الكيك. بس هي الشغل اللي بتحبيه بالظبط. كريمه الزبده يا جماعه لا يمكن تبوظ معاكم ابدا. يعني هي لو لقيتوها جامده بنقدر نخففها بشويه ميه، بصير. ولو لقيناها طريه بنزود لها شويه سكر بودره. اوكي هلا انت كل الكب كيك رح تحطي عليه من هذا كله؟ هحط عليه من ده كريمه الزبده اللون الاحمر. بالظبط. تمام. هاخد العجينه الخضراء اللي عندي دي. هاي عجينه سكر. عجينه سكر، وهعمل منها خيوط طوال. على انهم العود بتاع الورده اللي بسموهم العيدان، سيقان الورده. ساق الورده. فهناخد كده نعمل كده، شايفه؟ يعني هذا عشان يطلع حقيقي. دلوقتي انا هلزقهم شويه، بس انا كنت عايز اشوف الشكل عامه. وبنحط الفيونكه هنا، وهنبتدي بقى نحط ده. يفضل ان احنا نلزقها بحته، يعني بصي بحته عجينه سكر تحت بس كده بسيطه. خلاص حته صغيره يعني. بس عشان تلزق بالبورد. ونحطهم بالطريقه اللي احنا عايزينها.